دكتور محمد لحضرتك كتاب عن أغاني النساء في صعيد مصر، استغرق منك وقت قد إيه في جمعه؟ وعايزين نعرف نموذج لهذه الأغاني. هو طبعا الكتاب ده يمكن صدر في عام 2013، كان الجامع الميداني قبلها يمكن بسنوات كثيرة، ويمكن عشان أنا ابن الصعيد فكان بالنسبة لي الأمر إلى حد ما، يعني مش هقول إن هو صعب قوي، لأن معظم اللي جمعت منهم كانوا من أهل قريتي والقرى المجاورة لينا، وأنت عارفة إن العلاقات في الصعيد متشابكة، ده نسيب ده وده قريب ده، فكان سهل إن أنا أخترق مجتمع النساء. اللي كان السهل كان الأكثر إن الأغاني الأفراح، أغاني الأعراس، النساء لا تتحرج أن إن هم يغنوا في العرس أو في الحنة أو في أي مناسبة خاصة بالزواج يعني. لكن الصعوبة الحقيقية وجدتها في أغاني العديد أو أغاني الحزن. رغم أن أغاني العديد برضو أو العدودات دي بتبقى موجودة برضو بشكل معلن، بس اختراق المجتمع ده في التوقيت ده كان صعب، يعني يعني وقت الوفاة بيبقى المجتمع منقسم إلى جزئين، النساء في مكان بيتلقوا العزاء والرجال في مكان اخر، يعني يعني وجودك في مكان وسط الستات بيبقى منبوس في التوقيت ده، حتى لو كان المتوفى يعني قريب ليكي يعني، فالموضوع صعب مش سهل يعني في اغاني العديد، لكن كان اسهل في الاعراس يعني. نسمع يعني نموذج العديد ونموذج للافراح. هو يعني العدوده بتحاول السيده فيها، هو في نوعين من العديد يعني في مجتمعنا، يعني في نوع اسمه الند ونوع اللي هو اغاني الحزن اللي هو العديد. الندب غالبا عندنا بيبقى في وقت الوفاه، وده بيحصل اكثر في لان عندنا يمكن في الصعيد كان منتشر عاده الصقر بكثره يعني، فكان طقس الندب ده بيحصل وقت الوفاه قبل خروج المتوفى يعني قبل دفنه، فكانت بتيجي سيده تسمى الشلايه، دي متخصصه بيجيبوها باجر عشان طقس الندب ده، بتبقى رابطه وسطها زي بحزام وراسها بمنديل ومعاها طار في ايدها، وحواليها حوالي يعني ست سيدات معاها، وبتبدا تقول الاغاني بتاعت الندب. اغاني الندب طبعا بيبقى معظمها اعتراض على اعتراض صارخ على الموت، وغالبا حس الرجال على الاخذ بالصقر مثلا، بتلطم خدها، بيبقى فيه طين وفيه وتضع طين على راسها، فبيبقى طقس الندب طقس الى حد ما بشع، يعني تلاقي الرجال مثلا ممكن يهربوا من هذا الطقس. الطقس الثاني اللي هو اهدى اللي هو العديد، بعد ما يدفن الميت بتبقى السيدات موجوده، بتيجي السيدات عشان تعزي، فبيجاملوا بعض بالايه؟ بالعدوده. العدوده ممكن تقال بيقولوها وقت الوفاه، بعد الوفاه يعني في ايام العزاء، ممكن يقولوها وهم رايحين على القبر في الاسبوع او الاربعين او الذكرى السنويه، او تقولها الست وهي بتخبز، يعني هي متضايقه من جوزها، زعلانه من ابنها، مش عارف ايه، تقعد تعدي. يعني كانه وسيله للتنفيس عن النفس. طبعا هو بالفعل كده. فمثلا ابوها ميت، فتقول مثلا ايه، او زوجها ميت وهو كبير العيله، او مثلا تقول ايه، والمنظره المكان اللي كان بيقعد فيه، والمنظره فزت لها علوه وشوجت على دخلته الحلوه، المكان اللي كان بيجلس فيه في المنزل ارتفع عن المكان، عن باقي المكان يعني، حتى لا يجلس احد مكانه. ابوي حبيبي يا زرار توبي، يا الستر بتاعي، ابوي حبيبي يا زرار توبي، يا جمع سكر قبل بيك شوب. رغم ان هي عدوده لكن فيها احتفاء وبهجه بالاب او الزوج، هو الستر وهو الحاجه الحلوه اللي فعلا في حياتي، الحياه ورايحه تزوره في الاربعين او بعد سنه، وطلعت الجبل على دم تلقاه، لان معظم اماكن الدفن عندنا في الصعيد بتبقى اسفل الجبل يعني، وطلعت الجبل على دم تلقاه، يعني كان في نيتي ان انا هلاقيه موجود يعني، لقيته حصى والرمل غطاه. احنا عايزين نشوف بقى حاجات الافراح حاجات الافراح. الافراح يعني مثلا ايه، بيتغزلوا في جمال المرأة، وبياخدوا معظم الاغاني دي مثلا من الطبيعة، بتقول مثلا ايه،
وطويل وطولك وافي يا قصب ملوي. القصب بتاع مدينة ملوي في المنيا قصب شهير يعني، فبيمثلوا أو بيشبهوا شعر الفتاة بطوله بطول القصب. الأجواء اللي فيها موروث شعبي هي أجواء مصرية خالصة، بنكمل إطلالتنا وطوافنا بيها ولكن بعد الفاصل.